صوت الإسلام الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر لا
وجحدوا بها واستيقنتها
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين والأرض ويعلم
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا وإني مرسلة